انت عنده كام سنه؟ انا 28. بسم الله ما شاء الله. وانا 20. شكرا. تعرفوا تطبخوا؟ 20. انا لا مش قوي يعني، شويه ليه في المطبخ شويه، مش يعني انتوا مش متفرغين عشان كده مشغولين. بالظبط. مش فاضيين. شوف حسن، فكره خطيره، ابدعوا في انهم طلعوا فكره جميله جدا، في انهم عملوا براند وكان اساسه والدهم مشجع. هو لا، هم عملوه عشانه وكان الهدف الاساسي اللي مرسوم علشان باباه الله يرحمه. طبعا والدهم توفى، والعائد عن الازياء بتاعتهم كانت صدقه جاريه لل... بسم الله ما شاء الله. طبعا الله عليكم، نموذج مشرف جدا فعلا، صدقه جاريه او ولدا يدعو له. بسم الله ما شاء الله عليكم. 5 وخميس مبدئيا احنا عايزين، بس انا فوت لهم موضوع ما بيعرفوش يطبخوا دول، عشان اللي عملوه لباباهم. لا هم ما شاء الله كمان شاطرين جدا، يعني عندهم ناحيه فنيه حلوه يا شيف، هم استخدموها بطريقه جميله جدا. عايزين نبدا بفرح، عايزين نعرف بداتي درستي ولا لا؟ انا بدرس بزنس. بزنس مش تصميم ازياء؟ لا لا بزنس. وخلاص في اخر سنه، بس لسه ما اشتغلتش يعني، لسه هتخرج السنه دي. وبس كده. وعايزين نسالك ايه اول خطوه خدتيها بقى في الشغل، ان انت تتجهوا لمجال تصميم او ان انتوا تبداوا تعملوا براند ويكون كل حاجه في البراند للاب؟ لا انا اصلا بشتغل حاجه تانية ما لهاش علاقه بزنس، وفي نفس الوقت بقى فتحت البراند بعد بابايا. احنا كنا متأثرين بيه قوي، هو كان صاحبنا قوي وكان قريب مننا قوي، ففي فتره بقى كنت حزينه قوي عليه، وكان عندي فتره جريف طويله قوي، فكنت عايزه اي طريقه ان انا احاول اوصل له بيها او ارد له الجميل. فسالت ناس كتير، فقالوا ان هما 3 حاجات اللي بتقدري توصلي بيها لباباكي او تقربي منه اكتر، وهو صدقه جاريه او علما ينتفع به او ولد مصالح. يدعو له، يدعو له. الله. وفكره انا عايزه اعرف من فرح، فكره ان انتوا ريع او الارباح من المشروع ازاي بقت رايحه لصدقه جاريه؟ يعني الفكره دي جت لكم ازاي؟ عشان حسيت ان احنا لازم نكون بنرد حاجه للكوميونتي باك، يعني للناس اللي بتعمل، فعشان كده فكرنا اللي هو لازم نكون بنجيف باك يعني لحاجه، عشان كده عملنا كده موضوع البرسنتج بتروح مثلا حد ممكن يجي لنا يقول لنا انا عندي حد متوفي وعايزه اطلع صدقه جاريه باسمه، فبنطلع حاجه باسم حد معين. بس فكره ممتازه. شكرا. انتوا تعرفوا ان باباكوا فرحان بيكوا دلوقتي ولا ما تعرفوش؟ ايوه يا رب. انتوا صغيرين عن كده، حد نصحكوا تعملوا صدقه جاريه ولا من نفسكوا؟ لا احنا لما سالنا قالوا لنا ان هو دي 3 حاجات، وساعتها حتى قلنا طب عايزين طريقه، ساعتها قلت عايزه طريقه اللي هو اقدر اخلي الصدقه موجوده مستمر. بالظبط. فقلنا بقى طب خلاص هنعمل براند وعلم ينتفع بيها، وانا كنت اصلا بتعلم منه الفاشن وكده، فخدت الحاجات اللي هو علمها. باباك اوريدي كان بيشتغل في المجال ده؟ كان هو بيشتغل في المجال ده بالفكر، كان بيشتغل في المجال.